في الفصل الدراسي الثاني من منهج الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية. هكون معاكم أنا إيلاريا عاطف علشان نروح في جولة ونشوف الأنشطة الاقتصادية في العالم، وكمان نشوف نماذج من دول متقدمة ونامية وداخل المنهج الجغرافيا. ومنهج التاريخ هنتناول فيه تاريخ مصر الحديث والمعاصر، ونشوف من بعد ثورة 1952 اللي حصل في مصر وإيه تطور الأحداث السياسية حتى 30 يونيو عام 2013. ده محتوى المنهج بتاعنا اللي هنتكلم فيه في دروسنا خلال رحلتنا مع منصتنا. تعالوا نبدأ مع أول دروسنا، وهو النشاط الزراعي وموارده في العالم. إزاي الإنسان بدأ يمارس أنشطته الاقتصادية؟ وهل النشاط الاقتصادي بدأ بالزراعة؟ بالتأكيد لا، لأن الإنسان بدأ يمارس أنشطة اقتصادية عشان يوفر احتياجاته الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن. طب هل مرة واحدة اشتغل في الزراعة؟ لا، الصور اللي قدامنا بتقولنا تطور الأنشطة الاقتصادية في العالم. أول نشاط مارسه الإنسان هو الصيد. لو انتوا فاكرين كنا بنتكلم زمان عن الإنسان المصري اللي عايش فوق الهضاب، وقلنا انه كان بيجمع ويلتقط الثمار وبيصطاد الحيوانات. الشكل اللي قدامنا ده بيعبر عن أول نشاط اقتصادي مارسه الإنسان في العالم. النشاط التاني بيعبر لي عن الرعي. يعني ايه الرعي؟ يعني الانسان بيرعى بعض الحيوانات علشان يستفيد من الجلود والالبان واللحوم وكمان الاصواف، وده التطور التاني للنشاطة الاقتصادية في العالم. النشاط الثالث اللي مارسه الانسان علشان يوفر احتياجاته الاساسية كان تربية الحيوانات، وزي ما عرفنا زمان انه كان بيربي حيوانات بتعيش معاه علشان يبدأ يستفيد من الجلود والالبان وكمان الاصواف بتاعتها. تطور النشاط بعد كده لما زاد عدد السكان، وبدأنا نشوف أنشطة اقتصادية أكثر تطورا، يعني بدأ التطور يبان على الإنسان في ملامح حياته لحد ما وصل نشاط الصناعة. والصورة اللي احنا بنشوفها قدامنا دي هي بتركز على الصناعة في المناطق المتقدمة في العالم. تعالوا نقرب أكتر للزراعة في العالم ونشوف بدايات الزراعة كانت فين. من أكتر من 5000 سنة اكتشف الإنسان الزراعة، ومعاها عرف الاستقرار على ضفاف الأنهار. وهنا هنربط العلاقة بين الأنهار وقيام الزراعة واستقرار الإنسان. احنا درسنا زمان ان الزراعة علمت الإنسان الاستقرار. طب ليه تمركز الناس فوق المناطق اللي بنسميها المناطق الفيضية؟ لان هناك في تربة خصبة وفي كمان وفرة مية. طب يا ترى هو النشاط الزراعي مهم للعالم ليه؟ ليه كل العالم او كل دول العالم بتهتم بالنشاط الزراعي؟ وده سؤال مهم جدا بنتعرض ليه كتير في أسئلة الامتحانات، بما تفسر يعد النشاط الزراعي من الأنشطة الاقتصادية الهامة في العالم. ده بيرجع لثلاث حاجات. أول حاجة إنه مصدر رئيسي لغذاء الإنسان بجانب الأسماك والحيوانات. الزراعة بتدينا المحاصيل اللي احنا بنتغذى عليها. مرتبط كمان بتربية الحيوانات، دايما بنشوف الزراعة وتربية الحيوانات. ثالث حاجة هو مصدر مهم من مصادر الحصول على المواد الخام. باخد مادة خام من الزراعة، وزي ما احنا شايفين قدامنا بعض المواد الخام الزراعية زي القطن اللي بنعمل منه المنسوجات، والجوت اللي بنعمل منه المنسوجات الخشنة، وكمان الكتان والمطاط الطبيعي اللي بنعمل منه إطارات السيارات. طب يا ترى للزراعة أنواع في العالم؟ يعني أنا لو رحت منطقة في آسيا هلاقي نفس التطور اللي موجود في قارة آسيا هو نفس تطور الزراعة في قارة زي قارة أستراليا أو في أمريكا الشمالية شبه إفريقيا؟ بالتأكيد لا. وده بيخلي لي زراعة بتنقسم لنوعين، زراعة بسيطة بدائية وزراعة متقدمة. وفي الزراعة المتقدمة بتنقسم لنوعين، زراعة كثيفة وزراعة تجارية علمية. تعالوا نشوف مناطق انتشار الزراعة في العالم ونحدد ونربط المناطق الزراعية اللي موجودة في العالم على خريطة العالم. من خلال الخريطة اللي قدامنا نقدر نركز ان الزراعات البسيطة البدائية بتبقى موجودة دايما على هوامش الغابات الاستوائية وحشائش السافانا. افريقيا مثال كبير جدا وقوي عليها. الزراعات الكثيفه دايما بتبقى قريبه من احواض الانهار والمناطق اللي فيها سهول فيضيه، فدايما هنلاقي زراعات كثيفه حول ضفاف الانهار. اما الزراعات التجاريه العلميه المتقدمه دي دايما بتبقى في مناطق ودول متقدمه علشان بتستخدم الاراضي بشكل واسع جدا وبتتزرع باستخدام الالات المتطوره الحديثه. ودلوقتي هنروح لاول نوع من انواع الزراعه علشان نتعرف عليه بشيء من التفصيل، الزراعة البدائية البسيطة. الصورة اللي قدامنا دي بتعبر عن خصائص الزراعة البدائية البسيطة. شايفين مساحات ضيقة متباعدة عن بعض، بنستخدم فيها أدوات بسيطة زي اللي انتوا شايفينها. هدفها هو توفير الاحتياجات الأساسية للسكان بدون وجود فائض يسمح بالتصدير. بمعنى ان انا عندي قطعة ارض بزرعها علشان يحصل لي اكتفاء ذاتي من الارض دي. طب هل ممكن اصدر انتاجها للخارج؟ لا، علشان كده بقول ان الزراعة البدائية البسيطة بتهدف لتحقيق
كفاءه ذاتي فقط دون وجود فائض يسمح بالتصدير. كمان الزراعه دي بيعمل بيها عدد قليل جدا من السكان في مناطق منعزله وفقيره. طيب اماكن الانتشار فين؟ بتبقى موجوده زي ما قلت لكم على هوامش الغابات الاستوائيه وحشائش السفن. طب يا ترى بيزرعوا ايه؟ بيزرعوا يام وموز وذره وكثافه، ودي المحاصيل اللي بتكون موجوده في الزراعه البدائيه البسيطه. ودلوقتي هنروح للنوع الثاني من الزراعه، هو الزراعه المتقدمه، واتفقنا ان هي منقسمه لقسمين، زراعه كثيفه وزراعه تجاريه علميه. تعالوا نشوف الزراعه الكثيفه. زي ما انتم شايفين كده خصائص الزراعه الكثيفه جايه من مفهومها. الزراعه الكثيفه هي زراعه الارض اكتر من مره في العام لاشباع حاجه السكان المحليين. طيب هل ممكن افكر في تصدير انتاج الزراعه الكثيفه للخارج؟ لا، لان الناتج بتاعها بيكفي الانتاج المحلي فقط وبيكفي حاجه السكان المحليين. طيب من خلال الصوره اقدر استنتج خصائص الزراعه الكثيفه. زراعة بتتم أكتر من مرة في السنة بأكتر من محصول، زي ما انتوا شايفين بتحتاج لأيدي عاملة كتير علشان تعدد عمليات الزراعة من بذر بذور وري أراضي وتنقية حشائش، ودي حاجة مهمة جدا لأن هم مش بيقدروا يستخدموا آلات حديثة، عشان كده بنقول يصعب استخدام الآلات الحديثة في الزراعة الكثيفة نظرا لضيق وصغر مساحة الحقول. دي أماكن انتشار الزراعة الكثيفة، بتنتشر في المناطق الحارة والمعتدلة اللي فيها كثافة كبيرة جدا من السكان. وعلشان نربط الكثافات دايما نربطها بمصبات الأنهار وبمجاري الأنهار، عشان كده دايما احنا بنربط الزراعة الكثيفة بالمناطق اللي فيها أنهار زي مصر والسودان. طب يا ترى الزراعة الكثيفة بتديني ايه من المحاصيل؟ ركزوا، لأن كل المحاصيل اللي بتنتجها الزراعة الكثيفة موجودة عندنا في مصر، القمح، الأرز والقطن، كل دي محاصيل زراعة كثيفة. طب يا ترى الزراعة الكثيفة هي النوع الوحيد في الزراعة المتقدمة؟ اتفقنا وقلنا ان في كمان نوع من انواع الزراعات المتقدمة تسمى الزراعة التجارية العلمية الواسعة. دي زراعة بتتم في مناطق واسعة وبتهدف للانتاج التجاري الضخم، يعني هدفي هنا مش اكتفاء ذاتي ولا ان بكفي حاجة السكان المحليين، لا ده انا كمان بعمل فائض بيسمح بالتصدير، عشان كده بنسميها زراعة علمية تجارية. علمية بتتم باساليب علمية وتجارية، يعني بتهدف للتصدير للخارج. زي ما انتم شايفين خصائصها، هي بتتم في مناطق واسعة، تستخدم فيها آلات زراعية حديثة وطرق علمية حديثة، وده بيخليني أقلل عدد العمال اللي موجودين في النوع ده من الزراعة. يبقى الزراعة دي في وجه تشابه واختلاف بين الزراعة الكثيفة والزراعة التجارية العلمية. وجه التشابك ان كلاهما زراعات متقدمة، لكن وجه الاختلاف كانت في الزراعة الكثيفة ما كانش اقدر استخدم آلات متقدمة نظرا لضيق وصغر مساحة الحقول، على العكس تماما في الزراعة التجارية العلمية، انا هنا عندي مساحات واسعة اقدر استخدم فيها آلات واحدث اساليب الاجهزة التكنولوجية الحديثة، بالاضافة ان انا عندي عدد عمال قليل شغالين فيها. دي كانت انواع الزراعة في العالم. اماكن انتشار الزراعة التجارية زي ما انتم شايفين قدامنا موجودة في كل الدول المتقدمة، دول في امريكا الشمالية زي الولايات المتحدة الامريكية في نطاق زراعة القمح والقطن، في جنوب شرق اسيا هنلاقيها في نطاق زراعة المطاط والشاي، اما في اوروبا فهنلاقيها في مناطق زراعة القمح. طب يا ترى محاصيل الزراعة التجارية العلمية ايه؟ عندي قمح، قطن، شاي، مطاط. وبكده نكون اتعرفنا على الأنشطة الاقتصادية في العالم، وشفنا بداية الزراعة في العالم، وشفنا أهمية النشاط الزراعي، وكمان أنواع الزراعة في العالم من زراعة بدائية لزراعة متقدمة، والمتقدمة شفنا فيها الزراعة الكثيفة وكمان الزراعة التجارية العلمية. ودلوقتي جه سؤال درسنا النهاردة، ايه مقترحاتك لتتحول مصر الى الزراعة التجارية العلمية الواسعة؟ فكر فيه وأشوفك في درس جديد. إلى اللقاء. لمزيد من الأسئلة حل تدريبات كتاب الأضواء وتدريبات بنك الأسئلة من خلال اللينك الموجود على الشاشة، ولو في سؤال مش عارف تحله ادخل على موقع أو أبليكيشن الأضواء واضغط على اسأل مدرسك واكتب سؤالك وهنجاوب لك عليه، وما تنساش تشترك دلوقتي على قناتنا على اليوتيوب. خليك متابع، خليك في الأضواء.